Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناتي تعلم إنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو مهم جدا للأمهات، خاصة للتلاميذ الذين سينتقلون من الثانية إلى الثالثة ابتدائي. ستكون لديهم لغة جديدة أو مادة جديدة وهي اللغة الإنجليزية، ولكن كما قلت دائما أو أقول دائما اللغة الإنجليزية مادة سهلة جدا، فقط ركزوا فيها وحاولوا أن تحفظوا قدر المستطاع من الكلمات بدءا من الآن حتى يتسنى لكم حفظ الكلمات ثم تشكيل الجمل، وهكذا ستتكلمون بإذن الله بطلاقة في اللغة الإنجليزية. إذن قبل أن أبدأ في درس اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديد. إذن درس اليوم سيكون بداية الفصل الأول. سنتعرف على الدرس الأول في اللغة الإنجليزية الذي سيتعرف عليه التلميذ السنة الثالثة ابتدائي. في الفيديو السابق كنت وضعت حول البرنامج السنوي لسنة ثالثة ابتدائي. بالنسبة للكتاب هو بهذا الشكل، My Book of English، كتابي في اللغة الإنجليزية. إذن ثم لدينا، قلنا البرنامج ها هو ذا، لدينا ست مقاطع أو ست نشاطات سنتعرف عليها. إذن المقطع الأول هو me, my family and my friends. إذن me معناها أنا، my family معناها عائلتي، and my friends معناها أصدقائي. إذن سأتحدث عن نفسي أولا ثم عن عائلتي، سنتعرف على أسماء العائلة ثم عن أصدقاء. ماذا يعني ذلك؟ أي سنتعرف على أصدقاء جدد. كيف نقول ذلك باللغة الإنجليزية؟ إذن قبل، في السنة الثالثة ابتدائي في اللغة الإنجليزية، قبل أن نبدأ في الدخول في البرنامج ودروس البرنامج السنوي، سنتعرف على imperative verbs ومعناها أفعال. إذن أول الأمر. درس my first English class، إذن أول درس أو أول قسم في اللغة الإنجليزية. Number one, listen, look and say. Listen معناها استمع. Listen معناها استمع. Look معناها انظر. Look معناها انظر. إذن ستستمع، الأستاذ سيقرأ هذه الكلمات أو الأفعال، أنت ستستمع ثم تنظر إلى هذه الكلمات ثم تقولها أو تكررها. And say، إذن قل. إذن استمع، انظر، ثم قل. إذن لدينا أول فعل سيكون show. show show، إذن معناها انظر أو لترى. point point معناها نقطة. listen listen listen، لننظر جيدا إلى الكلمة. listen مع أنه توجد حرف تي، ولكن في اللغة الإنجليزية من القواعد لا تنطق تي. listen listen استمع. listen استمع. look 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 معناها انظر. انظر هو أمر، انظر. look look قلنا هنا listen look and say. إذن ما معنى look؟ انظر. read read read، إذن اقرأ اقرأ. read اقرأ. ثم لدينا draw 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 معناها ارسم. ارسم draw. color color color، لنركز جيدا في النطق وكتابة الكلمة. color color هي من كلمة الألوان colors، إذن الألوان نقول عنها الألوان أي أقلام الألوان. إذن لون color إذا أضفنا له الآس يصبح ألوان. إذن هنا أيضا الفعل في اللغة الإنجليزية، هذا هو الأمر الجيد فيها، أنك قد تجد الفعل هو نفسه الاسم. إذن color color لون لون. write 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 write. إذن عندما نطقت write وكأن الدبليو غير موجودة، أيضا قاعدة جديدة من اللغة الإنجليزية.
إذن write معناها أكتب لا ننطق W. write. repeat. repeat. نركز جيدا. repeat. repeat معناها أعد. say قل. say قل. repeat say. repeat say. أي أعد أعد الكلام مجددا أو نقول say again قل مجددا. say. say. tick. 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 هنا صورة صحيح، هذه العلامة معناها صحيح. tick. tick أي ضع علامة صحيح. tick. tick. لنعد معا. tick. tick. لدينا وكأنه علامة خطأ، إذن خطان متقاطعان نقول عنهم في اللغة الإنجليزية cross. cross. cross أي ضع علامة في أو ضع علامة الخطأ. cross. cross. لنعد معا. cross. cross. لدينا هنا circle. circle ما معناها؟ إذن أضع دائرة. إذن هنا لدينا دائرة، باللغة الإنجليزية نقول عن الدائرة circle. وهنا في الفعل نقول أيضا عندما أقول لطفل ما ضع دائرة أقول له circle. circle أي ضع دائرة. circle. circle. match. 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 match أي أربط. عندما أرى كلمة match معناها أربط الكلمات مثال بمرادفها أو إلى غير ذلك. إذن match. match أي أربط. match. إذن لنعد معا بسرعة. إذن لدينا show point. show point. listen. listen. look. look. انظر. read. read. اقرأ. اقرأ. read. draw. draw معناها ارسم. color لون. color. write. write معناها اكتب. repeat. repeat or say. repeat or say أي قل. هنا أعد وهنا قل. tick معناها ضع صحيح. tick. cross. cross. cross معناها ضع خطأ. circle ما معناها؟ ممتاز أضع دائرة. circle. match ما معنى match؟ أربط. ممتاز. إذن بالنسبة هذا للنشاط الأول، لنذهب إلى النشاط الثاني. نذهب الآن إلى التطبيق أو النشاط الثاني. listen. look. listen معناها استمع قلنا. look انظر. and take إذن هنا غيرنا النشاط الثاني أو ما تقوم به بعد الاستماع ثم النظر. يأتي بعدها take the right box in your copy book. إذن take the right box in your copy book. إذن take قلنا ما معناها؟ معناها أضع علامة صحيح، تعلمناها في النشاط رقم 1. إذن listen قلنا استمع. look معناها انظر. and take إذن سأضع علامة صحيح. take the right box إذن سأضع علامة صحيح في المربع في كراسي. إذن number 1 هنا ما معنى النشاط؟ إذن أنا سأقرأ أحد النشاطات ثم أنت بدورك عندما تستمع إلى النشاط ستضع العلامة الصحيحة. مثال هنا أقول repeat. repeat هنا ببغاء، في النشاط الأول وضعنا كلمة الإعادة لطائر الببغاء، إذن وضعنا علامة صحيح tick. مثال عندما أقول draw. draw. draw لنتذكرها معا. draw معناها أرسم. ممتاز. أين هي؟ وهي ها هي الفتاة ترسم. إذن draw أرسم. draw إذن سأضع علامة عفوا هنا صحيح. ها هي the. لدينا number 3 رقم 3. إذن
سأقول كلمة تك. تك ما معنى تك؟ ممتاز، تك معناها أضع علامة صحيح، وها هي ذي. ماذا لو قلت read؟ read. إذن كلمة read ماذا تعني؟ ممتاز، اقرأ. اقرأ، ها هو الفتى يقرأ كتابا. read. read. مثال، إذا قلت مثال look. look. إذن ها هي ذي. look. إذن فقط علينا أن نتذكر الكلمات بشكل صحيح. أيتها الأمهات، إذا أردتم أن يتمكن أطفالكم من تعلم اللغة الإنجليزية، عليهم أن يركزوا في النطق جيدا، في نطق اللغة الإنجليزية، إضافة إلى كيفية كتابتها حتى يتمكنوا منها نطقا وكتابة. إذن لنذهب إلى النشاط الثالث والرابع والخامس. إذن بالنسبة للنشاط أو نشاطات الصفحة 7، يقول النشاط رقم 3 listen معناها استمع، look انظر، and say the small letters of the alphabets. إذن استمع، انظر، وقل الحروف الصغيرة في اللغة الإنجليزية. إذن سنتعرف في هذا الفيديو أيضا على الحروف الأبجدية في اللغة الإنجليزية. Number 4 listen, look and say the capital letters of the alphabets. إذن سأتعرف هنا عن small letters and capital letters. إذن مثلها مثل اللغة الفرنسية، لدينا حروف كبيرة وحروف صغيرة. هناك بعض الحروف تتغير كتابتها من الكتابة أو الحروف الصغيرة إلى الحروف الكبيرة، علينا أن نحفظها جيدا. إذن number 5 listen, say and show the small letters of the alphabet. إذن أولا هنا سنتعرف على small letters، الحروف الصغيرة، لنقل معا أو لنكرر معا A B C D E. هنا نتوقف، لا نقول في اللغة الإنجليزية E مثل الفرنسية، إنما نقول E، وكأنك تنطق حرف الـ E. هذا هو. إذن بالنسبة لنعد قليلا لـ A، حرف A في اللغة الفرنسية نقول له A، ولكن في الإنجليزية نقول له A. A وكأني أنطق حرف A مع E، ولكن في اللغة الإنجليزية أقول A هكذا. A B C D E F G H H E G K L M N O نقول O P Q R S T U V W X Y and Z. إذن لنعيد معا. A B A B C D C D E F E F G H G H G H E G E G E G K L K L. نعيد معا. K L M N M N M N O P O P Q R Q R S T S T U V U V W X W X W X Y and Z Y Z or Z Y Z or Z. نقول عنها Z or Z Y and Z. إذن هذه هي طريقة كتابة الحروف الصغيرة في اللغة الإنجليزية. Capital letters معناها الحروف الكبيرة. إذن listen,
say and show the capital letters of the alphabet. إذن سنرى معا الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية. لدينا A, B, C. إذن هنا على التلميذ أن ينتبه إلى الاختلاف بين الحروف الصغيرة والحروف الكبيرة، عليه أن يضع مقارنة ويحفظهم بشكل جيد. إذن A, B, C, D, E, F, G, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, or Z. إذن لنعد معنا الحروف. لدينا A, A هنا نفس النطق مع الحروف الصغيرة، لا يتغير شيء. إذن A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, H. إذن G, H, E, G, K, G, K. إذن G, K, L, M, N, L, M, N, O, P, O, P, O, P, Q, R, Q, R, S, T, S, T, U, V, U, V, W, X, Y, and Z. إذن W, X, Y, and Z. Z أو نقول Z. إذن نفسه قلنا النطق لا يختلف بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة، وإنما الاختلاف فقط في بعض الحروف التي سنتعرف عليها في الكتابة. ستتغير الكتابة من الحرف الصغير إلى الحرف الكبير، سنراها الآن في النشاط رقم 7. الآن النشاط رقم 7 يقول read and circle on your copy book the small and capital letters with the same shape. إذن read قلنا معناها اقرأ، and circle معناها أضع دائرة on your copy book أي في كراسك the small and capital letters. إذن ستضع دائرة حول الحروف الصغيرة والكبيرة with the same shape أي التي لها نفس الشكل. إذن لدينا هنا A صغير و A كبير، هنا هل هما نفس الشكل؟ لا. B ها هو شكله، و B كبير، هنا B صغير وهذا B كبير، إذن ليس لهما نفس الشكل. C الآن انظروا هنا، C ها هي صغيرة ثم كبيرة بنفس الشكل، إذن هنا وضعنا دائرة. D و D كبيرة، إذن لدينا D صغيرة والكبيرة مختلفان تماما عن بعضهما. قلنا هنا علينا أن ننتبه جيدا ونحفظها بشكل جيد. E and E هنا يختلفان تماما عن بعضهما. F and F إذن هنا يتشابهان، سنضع دائرة حول F. ثم لدي G و G إذن يختلفان عن بعضهما. ثم لدينا H and H أيضا يختلفان عن بعضهما. إذن E و E، E و E يختلفان. إذن لدينا G و G يختلفان، هنا لدينا نقطة وهنا ليس لدينا. إذن لدينا Q أو عفوا K و K كبيرة، إذن سنضع دائرة لأنهما تشبهان بعضهما. لدينا L و L إذن هما يختلفان، M و M أيضا يختلفان، و N و N أيضا يختلفان. لدينا O and O إذن هما متشابهان، سنضع دائرة حولهما. لدينا P و P متشابهان، إذن ها هي ذي تشابهان. Q and Q
مختلفان تماما، R and R مختلفان، S and S إذن هما متشابهان. ها هما T و T مختلفان، إذن U and U متشابهان. V and V ها هي ذي أيضا متشابهان. W and W متشابهان. X and X متشابهان، فقط واحدة صغيرة والأخرى كبيرة. Y متشابهان و Z أيضا متشابهان. إذن تقريبا خمس أو ست الحروف الأخيرة متشابهة في كتابتها في small letters وفي capital letters، أي في الحروف الصغيرة والحروف الكبيرة. Number 8 إذن activity أو نشاط رقم 8، listen استمع، look and sound the letters of the English alphabet. إذن ستضع صوت للحروف في اللغة الإنجليزية. إذن هنا سيكون نشاط في القسم، ستضعونها بموسيقى، ستنطقون أو تتعلمون الحروف الإنجليزية. هذه الطريقة مهمة جدا لتحفظوها بشكل صحيح. إذن اليوم أعزائي تعرفنا على أول درس في اللغة الإنجليزية. قلنا أن هذه الدروس أو هاتان الدرسان يخرجان عن البرنامج السنوي، لأنه تعليمي يعلمكم أولا الكلمات، الأوامر أو الأفعال بشكل أمر، والحروف الأبجدية أو ألفابت للغة الإنجليزية. إذن كما قلت تعرفنا على النشاط صفحة 6 و7. إن شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديدي. إلى اللقاء، goodbye.